لغاية دلوقتي ما قدرناش نعرف ايه اللي حصل في السجون المصرية من يوم 25 يناير لغاية النهاردة. ما قدرناش نعرف ليه سجون اتفتحت وليه سجون المساجين ما هربوش منها وايه اللي حصل، مين المساجين اللي اتقتلوا ومين اللي فتح ومين اللي ادى امر بفتح السجون. كل الكلام ده احنا مش عارفينه، واكيد كمان مش عارفين مين اللي ادى امر بقتل الشهيد اللواء محمد البطران، وايه اللي حصل وايه الملابسات اللي حصلت ساعة ما كان في السجن. كل التفاصيل دي هنعرفها في فقرتنا دلوقتي، بس خلينا نقول انه المركز المصري لحقوق الانسان عمل لجنه تقصي حقائق وقدروا ان هم يتوصلوا لبعض المعلومات وبعض الحقائق اللي هنعرضها لكم النهارده. وامبارح كان في مؤتمر الصحفي عملته اخت اللواء الشهيد محمد البطران، وعرضوا فيه طبعا بتعاون مع المركز المصري لحقوق الانسان، وعرضوا فيه نتائج لجنه تقصي الحقائق. خلوني ارحب بضيوفنا اللي بينورونا النهارده في الاستوديو. دكتوره منال البطران وهي اخت الشهيد اللواء محمد بطران، نهارك سعيد يا فندم. اهلا وسهلا. ومعانا كمان الاستاذه ماجده بطرس وهي باحثه بالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه، نهارك سعيد نورانا. انا عايزه اتكلم على المؤتمر الصحفي امبارح وعايزه اتكلم على لجنه تقصي الحقائق، بس عايزه نشوف الاول تقرير عن المؤتمر ونرجع نتناقش على طول في تفاصيله. خليكم معانا. الجديد اللي احنا قدمنا الشهود الاثبات بتاعتنا والفيلم بتاع لجنه تقصي الحقائق اللي بيثبت ان اللواء البطران تم اغتياله داخل سجن القطه في عنبر الف، وده معناها ليه اتضرب عليه بالنار، يعني ضرب النار ليه، مين اللي ادى اوامر بضرب النار وباغتيال اللواء البطران. بس لنا احنا شخصيا كضباط شرطه ان احنا نفسنا نعرف الحقيقه ونعرف مين اللي قتل شهدائنا، خاصه ان شهدائنا لم يذكر منهم اي احد في اي شيء حتى في المحاكمات او حاجه، فطبعا دي حاجه مضايقانا جدا ان شهداء البلد كلهم الناس بتذكرهم وشهداء الشرطه لم يذكرهم احد. فطبعا احنا يهمنا جدا اللواء البطران او اي شهيد للشرطه يبان ايه اللي حصل واللي نعرفه، واحنا نفسنا عاملين لجنه داخل الائتلاف بنحاول نتقصى حقائق زي اللجنه دي كده بالظبط، لكن على مصغر بنحاول نتقصى حقائق من خلال الضباط ومن خلال السجون، وبنسال على اساس ان احنا نعرف ايه اللي حصل او يعني ايه الموضوع، ان هو فعلا محاوله فتح سجون او حد قتله من عندنا او ناس من بره زي ما بيقولوا، لكن احنا لسه ما قدرناش نحدد لغايه دلوقتي يعني ايه الموضوع بالظبط، مين سواء ناس من بره او من الداخليه. احنا اللي هو بنعلن اسماء الشهود الاثبات اللي احنا توصلنا ليهم واللي معانا ليهم فيديو وعندهم الشجاعة ان هم يشهدوا قدام المحكمة. ليه ده؟ لانه احنا دلوقتي نجحنا في تقرير الطب الشرعي، يبقى عندنا تشريح الجثة بعد ما كانوا مش عايزين يشرحوها، وبعدين بقى عندنا دليل مادي، وبعدين عندنا شهود عيان، وبالتالي هنا اكتملت الأدلة عشان القضية تحال الى المحكمة او تحال تنضم الى قضية حبيب العدل. لكن بقاها القضية في التحقيق حتى والتباطؤ الشديد في التحقيقات ده بيحط علامات استفهام ان هناك محاولة لغلق هذا الملف، احنا عايزين نفتحه ويضم الى المحكمة التي تنظر قضية حبيب العدل. تقرير عن المؤتمر الصحفي اللي اتعمل امبارح وعرض نتائج لجنه تقصي الحقائق التابعه للمركز المصري لحقوق الانسان. دكتور منال، ايه اهم النقاط اللي كانت موجوده في بعثه تقصي الحقائق اللي عرضتوه امبارح في المؤتمر الصحفي؟ اهم النقاط اللي كانت موجوده ان تقرير الطب الشرعي اثبت ان اللواء البطران جات له اصابه من البرج، والاصابه بسلاح ناري مفرد. يعني ايه مفرد؟ يعني قناص، يعني الطلقة بتطلع من هذا السلاح طلقة قناص، وهذا السلاح غير مستخدم. ده معناه ان السلاح ده غير مستخدم في تأمين الخدمات بتاعت السلاح بتاع الخدمات بتاع تأمين أسوار السجون في جميع سجون مصر لا يوجد فيها سلاح مفرط اللي هو السلاح بتاع القناصة. عشان يبقى برضو فاهمين، معنى كده انه في قواعد عامة لتأمين الأماكن المختلفة، السجون من ضمنها ان هو ما عندهمش أسلحة القناصة لتأمين السجون من بره في الأبراج، مش موجود. فكون انه ضرب يبقى معنى كده ان السلاح ده اتحضر جه عشان يتقتل بيه اللي هو البطران، يتم تصفيته. تمام، دي من اهم الحاجات دي من اهم الحاجات اللي موجودة.
حضرتك يعني عندك اكيد تفاصيل اللي حصل او على التفاصيل اللي حصل حضرتك اللي حصل. الفيديو اللي اتعرض والضباط جابوه لنا بتاع لجنه تقصي الحقائق بيؤكد وبيوريكي الضرب, بيوريكي ان اللي هو البطران تم تصفيته او تم اغتياله داخل الحوش بتاع عنبر الف, يعني داخل السجن. يعني معنى كده المساجين ما كانوش بيهربوا. حضرتك لما يبقى في عسكري مع المساجين ممنوع تضربي نار. ممنوع ضرب نار طالما اي حد من افراد الشرطه مع المساجين, ممنوع ضرب نار. خليني اقول لحضرتك الروايه اللي اعلنت, انه كان المساجين بيستخدموا اللواء بطران كساتر, فحاولوا بيحاولوا يهربوا بيه, فبالتالي اضطروا يضربوا نار. حضرتك لما جت قدمت البلاغ للنائب العام وجت النيابه العامه تحقق وتروح تعين السجن, النيابه العامه راحت عينت سجن القطه بعد ما الداخليه بيضت السجن, علشان لما يقولوا في اي مكان اللي هو البطران مات هنا انت ما عندكيش دلائل. هو من امتى والسجون بتتبيض كتير كده وبسرعه؟ هي اول سجن اتبيض كان سجن القطه لاخفاء معالم الاغتيال اللي هو البطران. واول سجن تم توزيع المساجين فيه على السجون المختلفه برضو سجن القطه. طب حضرتك عرفتي منين ان هو قتل في الحوش بتاع عنبر الف مش بره؟ يعني ايه الادله؟ حضرتك العسكري بتاعه حكالي ونفس الادله, وبعد كده سمعتنا من المساجين ومن الضباط, وبعد كده الضباط جابوا لنا التقرير بتاع لجنه تقصي الحقائق, لجنه تقصي الحقائق المصوره المساجين جوه السجن ومعاهم في استجوابهم, وهم اللي قالوا اللي هو البطران اتضرب وهو في عنبر الف واتضرب عليه من برج 3 بواسطه الرائد جهاد حلاوه بتحريض من العقيد عصام البصراتي. احنا هنعرف طبعا تفاصيل تانية اكتر, بس عايزه اروح ماجدة, انت عملتوا تقرير كمان المبادره الشخصيه, عملتوا تقرير خاص بمجموعه من السجون, 5 سجون على ما اعتقد, واتكلمتوا فيها على بعض التفاصيل. قولوا لنا ايه التقرير وايه الخمس سجون وايه التفاصيل اللي موجوده؟ تمام, احنا التقرير ده شهداء خلف القضبان المبادره المصريه للحقوق الشخصيه, جمعنا فيه كل المعلومات وكل الادله اللي جات لنا عن اللي حصل في 5 سجون مصريه. الخمس سجون دي على مستوى 4 محافظات. من الخمس سجون دي مفيش اي حد من السجناء عرف يهرب في فتره الثوره, ولكن عندنا 100 شهيد من المساجين جوه ماتوا داخل العنابر في الخمس سجون دي. ماتوا ازاي؟ اطلاق رصاص حي من الضباط, سواء كانوا على الابراج او على رجليهم ضد المساجين, والاطلاق الرصاص ده وهما داخل العنابر وهما داخل الزنازين. في ناس اتقتلت وهي داخل الجامع, في ناس اتقتلت وهي داخل دورات المياه. يعني كل المعلومات اللي احنا جمعناها اغلبها جمعناها من المساجين, وايضا طبعا من الادله اللي كانت موجوده مثلا مع النيابه, لاننا ساعدناهم يقدموا بلاغات للنائب العام, فبالتالي كمحامين ممكن نطلع على ملف النيابه. ففي ملف النيابه كمان وضح لنا ان النيابه نفسها عارفه ان في اطلاق رصاص حي داخل العنابر وعندها الصور, وراحت وشافت داخل سجن القطه مثلا ان في, يعني في صور داخل الملف ده بتبين اطلاق رصاص مكثف جدا. يعني عايزه اقول لك كل متر فيه مثلا 80 طلقه رصاص حي داخل العنابر. ال 100 سجين اللي ماتوا دول, وزاره الداخليه لغايه دلوقتي بتقول دول كلهم كانوا بيحاولوا يهربوا. طبعا الادله اللي عندنا والمعلومات اللي عندنا احنا الادله اللي عندنا جايه من سواء شهادات من المساجين او شهادات وفاه بسبب الوفاه اللي مكتوب فيها, او صور هم صوروها وهم داخل السجن بتليفونات الموبايل, او فيديوهات هم صوروها اثناء الاحداث, او ضباط صوروها اثناء الاحداث والتحقيقات النيابه. طيب. الادله دي كلها بتثبت ان ضرب النار حصل ضد مساجين ما كانوش بيحاولوا يهربوا. وليه ضربوا؟ هل في اي تفسير, اي حاجه اتقالت من السجون من الشهادات؟ يعني ليه اطلق عليهم رصاص وهم ولا حاولوا يهربوا ولا اي حاجه؟ هل في تفسير؟ يعني طبعا دي اصعب, يعني ده اصعب سؤال احنا بنحاول نجاوب عليه دلوقتي. ليه ممكن يكون ضرب النار ده حصل ضد المساجين في 5 سجون مختلفه عزل في نفس الوقت كلهم في سجون ما حصلش فيها اي عمليات هروب, وعدد الكبير ده 100 سجين يموتوا في خلال اقل من شهر بين 28 يناير و20 فبراير. طبعا الاجابات بالنسبه لنا كلها افتراضات, احنا ما عندناش اجابه واضحه. معانا فوتج وانت بتتكلمي تقريبا, التقرير اللي معاكي فيه جايب ضرب النار اللي على الحيطان بالظبط كده ده. اوكي,
تفضلي. لغاية دلوقتي احنا ما عندناش غير افتراضات. في ناس تفترض ان دي كانت نتيجة ان في عمليات هروب جماعي حصلت في سجون اخرى، فكانت كانوا الضباط بتوع السجون اللي احنا بنتكلم عنها قرروا ان هم يعملوا اي حاجة علشان يمنعوا المساجين ان هم يفكروا في الهروب. في النظرية العكسية ان هم كانوا بيعملوا كده علشان يشجعوا المساجين ان هم يحاولوا يهربوا علشان يخلقوا فوضى اكبر واكبر في البلد. في كمان نظرية في سجن القطة بالذات، ان بعد اغتيال اللواء محمد البطران كان في طبعا شهود من المساجين كتير حواليه، فان الضرب العشوائي المكثف جدا يعني اللي حصل بعد يعني يوم 29 يناير في سجن القطة، اول واحد اتقتل اللواء محمد البطران، لكن بعده على طول مباشرة فتحوا النار بطريقة عشوائية ومكثفة جدا ضد المساجين، وعشرات المساجين ماتوا يوميها في الحوش وفي العنابر وفي الأوض في سجن القطة. فطبعا في برضو ناس بتقول ده كان علشان يخفوا الشهود اللي على اغتيال اللواء البطران، واللي ما ماتوش منهم اترحلوا لسجون أخرى وكل واحد في سجن مختلف، لغاية ما النيابة لما تيجي تطلب شهود علشان تستدل بأقوالهم ما تلاقيش حد في سجن القطة كان موجود وقت الواقعة. محدش عنده أي معلومات بالتبعية يعني، واللي كان والحي هيبقى خايف على حياته لأنه ده برضو ده رعب يعني. أكيد طبعا. دكتور منال، كان الفقرة اللي قبلنا على طول وحضرتك تبعتيها، كان معنا محمد نجيب هو سعد وزير الداخلية لشؤون السجون، واتسأل سؤال صريح، قال هل تعتقد على الرغم من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، هل من وجهة نظرك أنه اللواء محمد البطران قتل برصاصة الداخلية؟ قال طبعا ده مستحيل يكون حصل، وشايف أنه معظم الأحداث اللي حصلت هي من قبل المساجين وهم اللي كسروا الأسوار، وأن كان فيه لودرات وأن ده مخطط داخلي وخارجي. حضرتك لحد ما تم تصفية اللواء محمد البطران ما فيش سجن فيك يا مصر اتفتح. يعني ليلة جمعة الغضب كان في حاولوا في فتحي يفتحوا سجن الفيوم، اللي هو البطران راح سجن الفيوم وقفلوا. يوم الجمعة ما فيش حد قدر يفتح أي سجن، لأن اللي هو البطران شخصيته قوية ومسيطر على كل السجون، ما فيش أي سجن اتفتح. مش ولا سجن اتفتح يوم الجمعة؟ يوم الجمعة ما فيش، كل السجون اتفتحت بعد اغتيال اللواء البطران بساعة. دي حاجة. الحاجة التانية إن تقرير الطبيب الشرعي أثبت إن الرصاصة جاية من أعلى إلى أسفل. من البرج، وحدد المسافة والرصاصة جاية في صدره وطلعة من فوق من عند الكلى. فحضرتك اللي تؤكد إن البرج، الأبراج عشان تبقى حضرتك عارفة في السجون اللي يطلع البرج في قوة خارج غير القوة بتاعت السجن، غير المأمور ومفتش المباحث ومعاون المباحث ورئيس المباحث، في قوة أساسا برة لتأمين السجن. القوة الأبراج دي بتطلع لها بسلالم من برة السجن، فما فيش اي مسجون. هي قلت لي ملهاش مداخل من جوه السجن ملهاش خالص. ملهاش ما فيش اي سجن ليه اي مدخل لاي برج. دكتور الابراج اللي بيطلع عليها الشرطه بس، وما فيش اولا اي حد هرب، والشرطه هي اللي طالعه على الابراج وهي اللي مسيطره على الابراج والقناص. البرج هو موجود معانا، برج رقم 3. برج رقم 3. دكتور منال، حضرتك قلت لي انه اللواء بطران تم استدعائه ان هو يروح سجن القطة عشان في شغف في سجن القطة. وبعدين اقول لحضرتك حاجه، اللي هو البطران مساعد وزير، مساعد وزير يعني يبقى فيه تحريات على وقعة اغتياله من قبل الداخليه. مساعد الوزير لما بيتوفى في المستشفى، السيد مدير امن الجيزه اللي هو كان ايامها اللي هو اسامه المرسي، كان يستسلم الجثمان يوديه على بيته عشان مساعد وزير ويعمل تحريات بالواقع. السيد اللواء مدير امن العام يعمل أدلة وبحث جنائي ويشوف السجن حصل فيه إيه وبقايا الضرب والرصاص وكده، وأدلة جنائية ويعمل تحريات على الواقع. مباحث الوزارة تعمل تحريات على الواقع، مباحث السجون تعمل تحريات عن الواقع، ولا حاجة من الأربعة دول اتعملوا، ولا حتى تقارير مضروبة حتى، ولا حاجة اتعملت. وبعد كده الداخلية اللي هي أبو القانون وعارفين النظام وعارفين كل حاجة وعارفين إن في جناية قتل وفي بلاغ للنيابة، ورايحين بيبيضوا السجن قبل ما النيابة تيجي. بعد بقد ايه تقريبا يا فندم؟ في شهر مارس، في مارس ساعه يعني ما قدمت البلاء قبل النيابه، ومش راضين يخلوا النيابه تيجي. النيابه تيجي لحد ما طلعت مع الاستاذ بلال فضل في 27 مايو، خلي النيابه عينت سجن القطه 29 مايو. بعد 4 شهور النيابه رايحه تعين جنايه قتل بعد ما وزعوا المساجين وبيضوا سجن القطه. وسجن القطه كان من الخط اول سجن اتبيض واخفت معالم الجريمه كان سجن القطه. ماجدة، انت كنت عايزة تعلقي على حاجة تقريبا؟ مش فاكرة بتكتبي، فانا عايزة قبل اسألك سؤال تاني. طيب مش هقدر طبعا، انت ربطتي بين مقتل السجون وتحديدا في سجن القطة وبين مقتل اللواء محمد البطران، بس
بقية السجون هل في أي ملابسات شبيهة؟